بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن ينير بصائرنا وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يتقبله منا وأن يختم لنا جميعا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، كان وقوفنا في درس الأمس مع هذه العبادة العظيمة الجليلة الكبيرة القدر التي هي ركن من أركان الإسلام، الصيام، وما يتعلق بها في إصلاح نفس هذا الإنسان وإصلاح فكره وعقله وقلبه وتزكية نفسه واستقامة عمله، وأن مما يزيد هذا الأمر مكانة في نفس الإنسان حين تدركه هذه العبادة في أشرف البقاع وأحب البلاد إلى رب العزة والجلال، فيكون هذا الإنسان نعمة الله عز وجل عليه عظيمة، فإن بلوغ رمضان وهو سيد الشهور نعمة، وحين يبلغ الإنسان شهر رمضان وهو قادر على الصيام فهذه نعمة، وعندما يكون بلوغ ذلك وهو في بلد الله الحرام فهذه أيضا نعمة أخرى، وكلها نعم ومنن تستحق من العبد أن يشكر ربه عز وجل عليها وأن يثني على هذا الرب العظيم الجواد الكريم المنان، أن يثني على ربه المتفضل بكل نعمة. ثم أيضا وقفنا وقفة مع رمضان وما يتعلق به من ذاكرة إذا وقف المؤمن معها زادته إيمانا، وإذا وقف المؤمن معها زادته بصيرة ويقينا، وإذا وقف المؤمن معها عرف كيف يسير إلى ربه عز وجل على علم صحيح وعلى بصيرة ونور من الله عز وجل. فقلنا إن رمضان يذكرنا ببداية تاريخنا، تاريخ هذه الأمة المسلمة، هذه الأمة الخاتمة، هذه الأمة المحمدية المنسوبة إلى النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، فنحن من أمة رسول الله محمد
عليه الصلاة والسلام، ورمضان يذكرنا ببداية التأريخ لهذه الأمة، حيث كانت البداية بنزول القرآن الكريم على هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. وقلنا ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول القرآن عليه، وماذا كان بعد أن نزل عليه القرآن؟ فقبل نزول القرآن لم يكن له أثر في الناس ولا في التاريخ ولا في الأرض، وبعد أن نزل عليه القرآن فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، وإذا هو الهدى الذي به هدى الله عز وجل الناس إلى يوم القيامة. فهذا الخير العظيم الذي نحن من ثماره كانت بدايته في هذا الشهر، شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا التأريخ العظيم لهذه الأمة كانت بدايته في شهر رمضان، وأي ذاكرة ألذ على نفس المؤمن وأطيب وأحب إليه أن يتذكرها من زمن يمر عليه فيذكره ببداية هذه النعمة العظمى والمنة الكبرى من رب العزة والجلال على الناس بعد أن عم الأرض الجهل والفساد والضلال، حتى كان عند بيت ربنا الكعبة البيت العتيق أكثر من 300 صنم تعبد من دون الله عز وجل. فكان بنزول هذا القرآن إزالة ذلك الظلام والجهل وذلك الشرك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبعوث الذي نزل الله عليه هذا القرآن. ثم وقفنا مع هذا القرآن ومع حق هذا القرآن على الإنسان، وقلنا أن هذا الأمر يستدعي أن نقف مع أمور ثلاثة لنصل إلى كيف ينبغي أن تقوم العلاقة فيما بين الإنسان وهذا القرآن العظيم. فوقفنا في الحديث عن طبيعة القرآن وعن رسالة القرآن، ثم عن طبيعة الإنسان ورسالة الإنسان، ثم بعد ذلك عن العلاقة كيف ينبغي أن تكون فيما بيننا وبين هذا الكتاب العظيم القرآن. ثم بعد ذلك وقفنا مع شروط الانتفاع بهذا القرآن، وكيف لمن كان جاداً وأراد أن يسلك هذا الطريق وقد أكرمه الله ببلوغ شهر رمضان وأن يكون في البلد الذي نزل فيه القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هي الشروط التي أو الطريق الذي ينبغي على الإنسان أن يسلكه ليوصله إلى العلاقة الصحيحة مع كتاب الهدى القرآن العظيم. وعرفنا أنها أربعة أمور، من أراد أن يقيم علاقة صحيحة مع القرآن فلا بد أن يسلكها، وهي أن يقرأ القرآن وأن يسمع القرآن وأن يسمع القرآن، وهذا هو الأول، أن تقرأ وأن تسمع
وأن تسمع. الثاني أن تتدبر القرآن وأن تفهم كلام الله، فبعد القراءة والسماع والإسماع بذل جهد للفهم والتدبر، فإذا فهمت فهما صحيحا بعد تدبر فيأتي الشرط الثالث وهو الإيمان واليقين بحقائق القرآن، فإذا آمنت فيأتي الأمر الرابع وهو الخضوع والانقياد والعمل بما تعلمت من القرآن. فهذه إذن أربعة أمور من أراد أن يقيم العلاقة الصحيحة مع القرآن وأن يتحقق برسالة القرآن التي هي الهدى، فيكون مهتدياً بهدى القرآن ويكون حاملاً لهدى القرآن، فهذه هي الطريق لتحقيق ذلك بهذه الأمور الأربعة. واليوم نريد أن نقف أيضاً مع قضية أخرى ذات شأن، وأي شأن في صلاح هذا الإنسان وفي بناء نفسه وتزكيتها واستقامتها وثباتها على الحق. وقد قلنا أن الإنسان هو مقصود رسالة السماء، والمقصود بهدى القرآن هو أنت يا ابن آدم، فالله ما أنزل القرآن للأشجار ولا للأحجار ولا للبهائم، وإنما أنزل هذا الكتاب لهذا المخلوق المكرم الإنسان الذي خلقه الله عز وجل بيديه ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته وفضله على كثير ممن خلق. أنزل هذا القرآن لنسل آدم عليه السلام، لهذه الأمة المختارة، أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا القرآن العظيم رسالته الهدى، وهذه العبادة العظيمة الصيام هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، فالقرآن أنزله الله ليصلح باطن هذا الإنسان بالدرجة الرئيسة والعمل الأصيل، أن يصلح باطنك وأن يصلح ظاهرك، ولكن أعظم الصلاح صلاح الباطن. وصلاح الباطن كما قلنا إنما يرتبط أولاً بصلاح قلبك، فلن تنجو عند الله ولن تفوز برضوان الله ولن تدخل جنة الله حتى تلقى الله عز وجل بقلب سليم. ومصداق ذلك في كتاب الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لن تفوز إن جئت ربك بأموال طائلة ولم تأته بقلب سليم، ولن ينجيك إذا لاقيت ربك بجاه وشرف ومنصب ولم تلقه بقلب سليم، ولن تفوز برضوان الله إن جئت بما جئت من الولد ولم تلق الله بقلب سليم، ولكن تفوز
حين تلقى الله عز وجل بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أيضا أن تأتي بنفس زكية، وقلنا أن النفس هي المكلف من هذا الإنسان، وهي المحملة لهذه المسؤولية، وهي المعاتبة، وهي المسؤولة، وهي التي يقع عليها الجزاء، وهي التي تشعر بذلك النفس. والمطلوب منك أن تحمل نفساً زكية، وهذا صلاح الباطن، أن تحمل قلباً سليماً وأن تحمل نفساً زكية. فعرفنا ما تعلق بالقلب من أنه لن ينفعك عند الله إلا أن تلقى الله بقلب سليم. وأما النفس فرأينا في كتاب ربنا أمراً عجيباً ذكرناه بالأمس، وهو أن الله عز وجل أقسم 11 قسم متتابعة في مكان واحد، ما تكرر هذا العدد من الأقسام لشيء آخر في القرآن أبداً. فما هو الأمر الذي أقسم الله عز وجل عليه 11 قسم؟ أقسم الله على أن من زكى نفسه فهو المفلح، وأن من دسى نفسه ولم يزكها فهو الخسران الخائب. 11 قسم على هذا الأمر، وهو ما جاء في صدر سورة الشمس وضحاها. فتلك الأقسام العظيمة جوابها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فعلمنا علم اليقين أن أساس الصلاح أن نبحث عن قلوب سليمة وعن نفوس زكية. أين نجد هذا؟ نجد هذا في كتاب ربنا الذي رسالته في الدنيا هداية الإنسان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، نجدها في هذا القرآن الذي جعله الله عز وجل شفاء لما في الصدور. فمن أراد شفاء نفسه ومن أراد غذاء قلبه في غير القرآن لن يجد ذلك مهما فعل وأينما ذهب وأينما اتجه. فذلك في كتاب الله عز وجل الذي هو كتاب الهدى والذي هو الشفاء لما في الصدور. ولكن هذا الإنسان في طريقه سوف يجد معوقات ويجد عقبات، لأن الله عز وجل له حكمة عظيمة في خلق الإنسان على هذه الخلقة وفي خلق الكون على هذه الخلقة. فكما أنه جعل لك رسالة في الحياة، تبينت لنا بالأمس ما هي رسالتنا، رسالة القرآن الهداية، رسالة الإنسان عبادة الله، وهداية القرآن هداية إلى ماذا؟ هداية إلى أن يعبد الإنسان ربه. القرآن ما هي هدايته التي يحملها للإنسان؟ أن يعبد ربه عز وجل وحده.
ورسالتك أنت في الحياة ما هي؟ أن تعبد الله وحده. المطلوب منك أن تحقق هذه الرسالة، والقرآن المطلوب منه أن يعلمك كيف تحقق هذه الرسالة، فهو كتاب الهدى الذي به تستبين طريق عبادة الله عز وجل، وهذه هي رسالتك. ولكن الله عز وجل الذي أنزل القرآن وجعل له هذه الرسالة، وخلق الإنسان وجعل له هذه الرسالة، إلا أن هناك حكمة ربانية عظيمة في خلقة الكون وفي خلقة الإنسان في وسط هذا الكون. ما هي حكمة الوجود؟ نعود إلى القرآن، وهذا يا إخوة فائدة عظيمة. إذا أردت أن تعرف نفسك، هل أنت تهتدي بالقرآن بصورة صحيحة أو لا، فاجعل هذا ميزاناً تزن نفسك به. كل شيء يعن عليك، هل أنت تقول ماذا قال ربي فيه؟ ما هو هدى الله في هذا الأمر؟ كما يقول حاتم الأصم رحمة الله عليه، يقول: نظرت إلى الناس فوجدت أن كل واحد من الناس له عدو يعاديه، هذا يخاصم جاره، وهذا يخاصم يتخاصم مع أولاده، وآخر مع زوجته، وآخر مع زملائه. قال: فقلت يا حاتم، من عدوك أنت؟ بمن تتأسى من هؤلاء وتعرف عدوك؟ قال: فقلت يا حاتم، من عدو؟ قال: فرجعت إلى كتاب ربي. هذه الكلمة، فرجعت إلى كتاب ربي، منهج. رجعت إلى كتاب ربي ليعلمني من هو عدو الذي أعاديه. ليست القضية قضية هوى، ليست القضية قضية ذكاء واختيار، وإنما القضية قضية عبودية، قضية خضوع واستسلام، قضية علم بأن الله هو صاحب الحق الأوحد أن يأمر فيك، لأن له مقومات هذا الحق. أليس هو الذي خلقك؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أليس هو الذي يملك كل شيء فيك؟ وهل المالك حقه في الشيء كمن لا يملك منه شيء؟ أليس هو الأعلم بك والعليم بك؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أليس هو الخبير بكل أمر خفي فيك؟ أليس هو الحكيم الذي يعلم كل مستقبل سيكون لك؟ فمن علم أن الله هو صاحب الحق بحق، إذن سيكون منهجه عند كل أمر ماذا قال الله، ما هو أمر الله، ما هو حكم الله، ما هو البيان الذي جاءني من الله. فحاتم الأصم يقول: فرجعت إلى كتاب ربي فوجدت فيه أنه ليس من أخذ مالي عدوي، وليس من ضربني عدوي، ولكن وجدت فيه أن عدوي من إذا وجدني على طاعة الله أراد أن يخرجني منها إلى معصية الله. من هو العدو؟ إذا أنت على طاعة فجاء وحاول أن ينقلك منها إلى المعصية، ذاك هو العدو. قال: وذاك إبليس فاتخذته عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا.
ميزان القرآن ومنهج متبع القرآن أن يرجع إلى القرآن ليعرف كيف يسير وكيف يسلك. فإذن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الوجود حكمة، فنقول يا ربنا هل لهذا الوجود لأنك ترى الشمس والقمر بنظام معين، ترى الأرض وأحوالها نظام عجيب دقيق، يتأمل الإنسان يرى ربطا عجيبا بين هذه المخلوقات، ينظر إلى الإنسان يرى شيئا عجيبا في ذات الإنسان مع بقية الناس مع علاقته مع الكون، فينشأ السؤال هل لهذا الخلق بهذه الطريقة حكمة؟ فيأتيك الجواب. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا النظام في خلقتك وما أنت عليه لتبتلى، لتمتحن، لتختبر، والامتحان من بعده مجازاة، ونتيجة الامتحان نجاح أو عدم نجاح، وهكذا الإنسان. فلا بد أن تدرك أنك في هذه الحياة حكمة الوجود أنك مبتلى، أنك ممتحن، أنك مختبر، فالله يبتليك والله يمتحنك والله يختبرك. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هل هناك أحد يقول أنه مؤمن وهو كذاب؟ الجواب نعم، لأن الله قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن حكمة الوجود وهذا النظام أنك ممتحن، أنك تبتلى، أنك تختبر. من هو خصمك؟ الخصم الرئيس إبليس. أعظم طريق لإبليس أن ينسيك هذا الأمر ويجعلك تنسى. تنسى ماذا؟ تنسى حكمة الوجود، الابتلاء والامتحان، ويكون الإنسان حاله والعياذ بالله كحال البهيمة، لا يدري لما يضع له الطعام، ولما يمنع أحيانا من الطعام علاجا لمرض نزل به، لما يحبس، لما يترك. فيصبح هذا الإنسان عندما يغفل عن حكمة الوجود هذا حاله. فإذن حكمة الوجود هذا الابتلاء والامتحان. الابتلاء والامتحان اقتضى من الحكيم جل جلاله أن تخلق يا ابن آدم على خلقة تتفق مع هذا الابتلاء. فقال الله عز وجل يخاطبه، قال: وهديناه النجدين. خلقت على خلقة تقبل الحق، وأيضا خلقت على خلقة لو أخذك إبليس ستسير معه، وجعل لك عقلا تميز به. وانظروا إلى كمال عدل الله، خلقك على هذه الخلقة القابلة للطريقين، طريق الهدى وطريق الشر،
ولكن هل تركت لوحدك؟ الجواب لا. فانظروا إلى كمال عدل الله ورحمته معنا بني آدم. الأمر الأول أن الله عز وجل عرفنا بذاته العلية وأخذ علينا العهد والميثاق قبل أن نخرج إلى هذه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبلا، وكان ذلك بنعمان أي عرفة، واستشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ إذن ماذا يخبرنا ربنا عز وجل في القرآن، وماذا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته؟ يخبرنا الله أنه استخرجنا من ظهر أبينا آدم ونثرنا بين يديه على أرض عرفات، وأنه كلمنا قبلا مشافهة، واستشهدنا وأخذ علينا العهد والميثاق. استشهدنا بماذا؟ قال لنا كلنا بني آدم مع أبينا آدم والأنبياء، قال لنا: ألست بربكم؟ كلنا أقررنا له، قلنا بلى. حذرنا، قال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، قلنا أبدا لن ننسى. فقال الله عز وجل كما في خبر أبي الصحيح، قال الله: سأشهد عليكم السماوات السبع. بماذا؟ على أننا أقررنا بأنه لا رب لنا إلا الله، قلنا أقررنا. قال: سأشهد عليكم الأراضين السبع، قلنا أقررنا. قال: يا آدم قم واشهد على ذريتك، فشهد آدم عليه السلام. فهذا الأمر الأول أين هو في القرآن؟ قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الله ذكرنا، لأنه في الحديث أن الله قال: سأرسل رسلي وأنزل كتبي تذكركم هذا العهد والميثاق. فمن رحمة الله أنه أرسل الرسل، ومن مهامهم أن يذكرون، وأنزل الكتب وفيها ماذا؟ تذكيرنا بذلك العهد. فها هو القرآن يذكرنا، وها هي السنة تذكرنا. إذن هذا الأمر الأول. هل هذا فقط؟ لا، هناك أمر ثاني. ما هو؟ بعد أن أخذ الله علينا العهد والميثاق وأشهد علينا السماوات والأرض وأشهد علينا آدم وأقررنا، جعل ذلك الإقرار رحمة بنا منه جل جلاله، جعله فطرة في قلوبنا، جعله فطرة. فكل مولود يولد وفي فطرته الإقرار بربوبية الله، كل مولود. أين هذا؟ الله أخبرنا في القرآن، قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود، وتلك الفطرة مستقرة في هذه القلوب، ليس في مقدور أي أحد أن يخرجها من قلبه. طيب الخصم ماذا يفعل ونحن نرى من هو يجحد هذه الفطرة ويكفر بها؟ لا، لأن الفطرة عدوك أخرجها منك ومن هذا الذي كفر، ولكن العدو ماذا يفعل؟ يضع الران فيغطي على تلك الفطرة. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الخصم يجرئك على المعصية تلو المعصية تلو المعصية ليبني ذلك القطاع على الفطرة. والدليل على أن الفطرة باقية، الله عز وجل يخبرنا في القرآن بأمر يتكرر على الدوام، على الدوام يتكرر. قال الله عز وجل: وإذا مسهم الضر في البحر، وإذا مسكم الضر في البحر، وإذا مسهم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فإنه يصيب الإنسان ذاك الموقف العظيم الشديد الذي يدرك أن كل الوسائل لا تطيق رفعه، فهنا ينشأ ذلك الباعث القوي من أعماق القلب من تلك الفطرة، ليلجأ هذا الإنسان إلى ربه الذي عرف أنه هو القوي القاهر، هو العزيز الجبار. فلذلك يقول: يا الله، ليري الناس هذا الدليل العظيم على أن هناك في قلوبهم هذه الفطرة بأنه لا رب لهم إلا الله، وأن هذا العدو يخادعهم. ولكن من رحمة الله مرة بعد مرة يقيم لهم ما يجعلهم يتنبهون ويستيقظون من غفلتهم. فإذن هذا الأمر الثاني الفطرة. إذن الأول ما هو؟ العهد والميثاق. الثاني ما هو؟ الفطرة. الثالث أن الله عز وجل أوجد في هذا الكون من هذه المخلوقات وجعل فيها من الآيات ما يدل المتأمل المتدبر أنه لا يمكن أن يكون لهذا الكون إلا خالق واحد عظيم هو الله جل جلاله. ما يمكن. ترى الناس يموتون ويأتي بعدهم من يولد ثم يذهبون، يتدبر الإنسان في ذلك، من الذي يفعل ذلك؟ هل الأب هو الذي يخلق الولد؟ ومن خلق الأب؟ ومن خلق من قبله؟ فليس إلا الله، إله واحد ورب واحد. يتأمل في السماوات، من الذي نصب هذه السماء ومتى كانت؟ ومن الذي يوقفها بدون أعمدة؟ وقدرة الخلق لا تستطيع ولا تطيق. فليس إلا الله الرب جل جلاله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الخالق. كل شيء تتأمل فيه يرجعك إلى أنه لا خالق إلا الله. إذن هذا أمر ثالث. ولذلك كم في القرآن والله يأمرنا أن نتدبر في هذا الكون: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قل سيروا في الأرض فانظروا
إذن أمرنا الله لأن هذه آيات وضعت لترشدك إلى ربك عز وجل. إذن هذا ثالث. رابع، هذا التدبر في الآيات إنما يكون بماذا؟ بقوة العقل، والله عز وجل أعطاك هذا العقل. هذه الأربعة إذا قامت بالإنسان ثم كفر بعدها هل يعذبه الله؟ هل يعاقبه الله؟ الجواب لا، حتى ينضم معها أمر خامس. ما هو هذا الأمر الخامس؟ إرسال الرسل. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ماذا تريد يا ابن آدم أكثر من ذلك؟ وهل بعد ذلك أن يعذب الله من كفر بعد هذه الأمور هل للإنسان حجة على ربه؟ أخذ عليك العهد والميثاق وأقررت، جعل ذلك فطرة في نفسك وقلبك، وأنت تجد ويريك الله من الأمور ما يدلك على وجود هذا الأمر. جعل الله هذا الكون على خلقة فيها دلالة على أنه لا خالق لهذا الكون إلا رب واحد هو الله. أعطاك العقل الذي به أنت نظرت وتأملت، أرشدك التأمل والتدبر، أرشدك إلى ربك عز وجل. ثم مع ذلك لا يعذبك إن كفرت حتى يأتيك الرسول المبلغ عن الله عز وجل. فهذا كمال عدل الرب سبحانه وتعالى. فإذن هذه الأمور الخمسة قامت بالناس. الإنسان له خصم من نفسه، فهي أمارة بالسوء، وخصم من خارج نفسه وهو عدو الله إبليس. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهنا يبدأ الابتلاء بين هذا العدو الذي يؤز هذه النفس الأمارة بالسوء ليفسد تلك الفطرة السوية السليمة. فالإنسان إن استمد بنور الوحي واستنار بنور الوحي وكمل ما في فطرته بنور الوحي فأصبح عنده من القدرة ما يواجه هذا الخصم. لذلك ما هو هذا الدين؟ ما هو الدين؟ هو فطرة سليمة مكملة بشرعة مستقيمة. من أين نأخذ الشرعة؟ من الرسل وما نزل الله عليهم من الكتب. نكمل بها ماذا؟ ما في قلوبنا من الفطر السليمة، وبذلك نتحصن من عداوة خصمنا. إذا كملنا الفطر السوية السليمة بالشرعة المستقيمة فيكون الإنسان أحصن ما يكون من خصمه وعدوه. ولذلك أكبر دور وعمل تقوم به الأم والأب في حق هذا المولود ما هو؟ أعظم شيء المحافظة على فطرته، وأن لا يصل إبليس إليها ويبدأ يضع الران ويغطيها. وأعظم ما يكون ذلك عندما ينشأ هذا الطفل وكلمة الله تعني له كل شيء عظيم وكل شيء جليل وكل شيء يحبه، فإنه مرده إلى الله، وكل شيء يخافه
فإنما يدفعه عن نفسه إذا استعان بالله. أعظم ما يكون دور الأم والأب مع الابن والولد أن يحافظوا على هذا الأمر فيه، وأن ينشأ وهذه الفطرة فاعلة وتتلاقى مع الشرعة شيئا فشيئا. فهذا الخصم ساع في إفسادك لأنه أخذ العهد على نفسه أمام الله. أنت الله أخذ منك العهد وأقررت على ماذا؟ أقررت على الإيمان بربوبية الله. وإبليس أخذ العهد أمام الله أنه ماذا؟ أنه يغويك، لأغوينهم، هذا عهده الذي أخذه على نفسه أمام ربه. فانظر إلى هذا الأمر وأدركه إدراكا واضحا. أنت أخذ منك إقرار، أقررت بأنه لا رب لك إلا الله وأنك لا تعبد إلا الله، وخصمك أخذ على نفسه عهدا أن يخرجك من هذا الإقرار الذي أقررت به، وأن يغويك وأن يضلك، وأن لا يجعل غاية الحياة ورسالتك في الحياة لا يجعلك تحققها، وسيسلك كل طريق ولن يتوانى لا في ليل ولا نهار، لا أنت صغير ولا أنت كبير، لا أنت جنين في بطن أمك، لن يتركك، لا أنت مستيقظ ولا أنت نائم، لن يتركك. أخذ العهد على نفسه، وهذا هو ميدان الابتلاء والامتحان. فلذلك كل شيء، وهنا انتبهوا ولننتبه جميعا، كل أمر أمرك الله به ورغبك فيه فاعلم مباشرة أن ذلك الأمر هو ماذا؟ سيكون ميدان ابتلاء وامتحان. لماذا؟ لأن الخصم سوف يأتي ليمنعك أن تفعل ذلك الأمر. وكل شيء نهاك الله عنه محل ابتلاء، لأن الخصم سيأتي ويحاول أن يرغبك لتفعله، وأنت بين أمرين، في الأمر إما أن تفعل أو تترك، وفي النهي إما أن تفعل أو تترك. ففي الأمر إن فعلت نجحت أو سقط؟ نجحت. إن تركت سقط. في النهي إن فعلت سقط، إن لم تفعل نجحت. فهل نحن نتعامل في كل حياتنا وفق هذا الميزان؟ وتقول آخر يومك في ميدان الصراع والابتلاء، منذ أن أصبحت واستيقظت وقمت من فراشك إلى أن رجعت في الليل إلى فراشك، عملت عشرات بل مئات الأعمال، هل يوما من الأيام وقفت وقلت واحد هذا مكانه أمر فعلا فعلت هذا نجاح، لم أفعل هذا سقوط؟ لذلك جاء التوجيه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. كيف أحاسب؟ على منهج حاتم: كل شيء قف، ارجع إلى الوحي، اسأل ما هو المطلوب، فعل أو ترك، واعلم أن الخصم الآن يهجم عليك لكي تقف موقفا خلاف المطلوب، وأنت إما ناجح أو ساقط في ذلك الابتلاء. وهكذا كل الحياة، كل الحياة. انظر إلى من تنبه لهذا، يقول الحسن البصري الإمام التابعي، يقول: منذ 40 سنة، كم؟ يقول: منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة، ما سمحت للساني أن ينطق بكلمة، ولا مددت يدي إلى شيء، ولا خطوت خطوة بقدمي إلا سألت نفسي.
ماذا أريد بذلك؟ فإن كان يرضي الله أقدم، وإن كان لا يرضي الله أحجم. يقول من 40 سنة وأنا هذه طريقتي. إذن هو أدرك أن ميدان الابتلاء هو كل فعل إرادي، أي تفعله بإرادتك، لأن الأفعال التي يفعلها الإنسان تنقسم إلى قسمين: حركة طبيعية وهذه غير إرادية، مثل التنفس، مثل نبض القلب، مثل عمل هذه الأعضاء في جوفك، فهذا أمر هو يعمل بحسب الطبيعة التي خلق الإنسان عليها، ولكن المراد هنا الفعل الذي ينشأ عن إرادة من نفسه. فكل فعل بالإرادة هو محل الاختبار ومحل الابتلاء. لذلك أعظم حديث كما قال العلماء نطق به النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فإذن هذا ميدان الحياة، هذه الحركة. طيب هذا الخصم الذي سيهجم عليه، ما هي أدواته؟ أدواته النفس الأمارة. ماذا في النفس الأمارة؟ تلك الغرائز، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس. إذن هذه الغرائز هي الأدوات. طيب معنى هل هذه الغرائز التي وضعها الله فينا معنى ذلك أننا لا نتفاعل معها؟ لا، بل ما وضع الله فيك شيئا وأمال نفسك إليه إلا وأذن لك أن تستمتع به، ولكن الأمر ماذا؟ الأمر في التوازن. حبب إلينا أمال الرجل للمرأة والمرأة للرجل، هل منع الإنسان من هذا الميل؟ لا، ولكن أذن له في شيء ومنع من شيء. حبب لنا المال، هل منعنا أن نجمع المال؟ لا، لكن أذن لنا في شيء ومنعنا من شيء. حببت لنا الدور والقصور، هل منعنا أن تكون لنا دور؟ لا، ولكن منعنا من شيء وأذن لنا في شيء. إذن ما هو جهد إبليس؟ جهد إبليس أن ينقلك إلى غير المأذون. إذن هذه هي الطريقة، هذه هي القضية. لذلك الله عز وجل الطعام، إنسان حب يعني من غريزته، بل لا يستطيع أن يعيش دون أن يأكل. هل حرم عليك أن تأكل؟ بل الأصل في المطعومات الحل. لو أردت أن تعرف كم الذي حرم، أفراد معدودة أمام المأذون فيه بالعشرات، ويأتي إبليس بين كل تلك المطعومات والمشروبات ليزين للإنسان الخمر، وليزين له لحم الخنزير، ويترك عشرات اللحوم وعشرات المشروبات المباحة، ولا يجد يجعله يشعر أنه لا يجد لذته إلا في هذا المطعوم وهذا المشروب. إذن هل أدركنا هذا الأمر؟ إذن هذه قضية الابتلاء. فالحياة إذا لم تدرك أنها بهذه الصورة، والإنسان يفرح عندما يشعر أنه نجح، أليس الطالب بعد الامتحان يشعر بالفرح أنه نجح؟ وكلما وجد أنه أنجز وجاء بدرجة أعلى يشعر بفرح أعلى. فهكذا ينبغي أن نتعامل مع جميع أعمالنا الناشئة عن إرادة،
وأن نتعامل معها أن لنا أننا في معترك مع من؟ مع خصمنا إبليس العدو الرئيس. وإبليس من أكبر طرقه أنه يريد أن يغيب عنك وأن لا تشعر بمنازلته، وأن يحول الخصومة فيما بينك وبين الناس. ولذلك تجد الناس يعتركون ويغفلون عن هذا العدو الرئيس الحقيقي الذي يؤز الخصوم. ولذلك سبحان الله، حتى من انحرف من بني آدم كيف ينبغي أن ينظر أهل الإيمان إليه؟ فإن من انحرف ذاك قريب لك، لأننا كلنا أولاد آدم. وأن إبليس بمعنى أنه نجح وأخذ بعض أهلنا منا، فهل نستطيع أن نرد أهلنا إلينا؟ هذه نظرة المؤمن إلى كل من عصى، فهو يرى وينظر إليه على أن إبليس تمكن منه وخدع، وأن إبليس أخذ منا أهلنا، فلذلك جهده أن يعيد من ذهب من أهله إليه. وهكذا كما يعبر عن ذلك العلماء من ذلك قول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، يقول: وددت أن لحمي يقرض بالمقاريض، وكلما فعل الناس سنة قطعت قطعة، حتى يقول يكون آخر عمل الناس مع بالسنة مع آخر قطعة من جسده. ويقول أيضا الحسن البصري، يقول: أخبرني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم قالوا: لو شئتم لنقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده، ويحببون عباد الله إلى الله، ويسعون بين الناس بالنصيحة. الذي يحبب الله إلى الناس ليعودوا، ويحببهم إلى الله ليستنزل لهم معية الله ونصرة الله على خصمهم وعدوهم. لا أحد يفعل فعلا عظيما عند الله كمن يقوم بهذه المهمة، أن يقرب الناس إلى الله، وأن يردهم إلى الله، وأن يبعدهم عن خصمهم وعدوهم إبليس. هذا الطريق وهذا العمل الإنسان خلقه الله عز وجل على خلقة، ما دام هذه الغرائز موجودة وهذا الخصم موجود، فإذا ماذا؟ لا بد أن يكون منه يوما ما ومرة ما سقوط في شرك الخصم ووقوع في بعض حبائله، لأنه خصم لا يتوانى في الخصومة أبدا. إذا كان الآن نقول مثلا من يريد يصلح الأطفال، إن قلت له هذا طفل رضيع قال: لا خلوا لسه ما يفهم لين يكبر. لكن إبليس ماذا؟ لا يصبر. إبليس من أين تبدأ خصومته؟ أطول خصومة لبني آدم خصومة إبليس، على مستوى جنس بني آدم وعلى مستوى كل فرد منا. على مستوى جنس بني آدم الخصومة ابتدأت مع أبينا آدم في السماء، ومتى تنتهي؟ مع آخر آدمي على وجه الأرض، أطول خصومة ولا تتغير. ولذلك لست أنت مطالب أن تدعو إبليس، لأن خصومته دائمة ثابتة، ولكن أنت مطالب أن تدعو أي إنسان مهما كان فجوره ومهما كان عصيانه، ف
فأول عمل تعمله معه أنك تجتهد أن ترده إلى الحق، وأنه يمكن أن يقبل ويرجع، لكن إبليس لا، فلست مكلف بدعوته. لكن هذا الإنسان مهما فعل فأنت مطالب أن تدعوه. فإذا هذه الخصومة التي هي بهذه الطريقة الإنسان يقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. إذن سيقع منك يوما ما أن هذا الخصم يستطيع أن يمتلك شيئا ويعقد شيئا مع هذه النفس الأمارة بالسوء، فتغريك بأن تفعل أمرا باطلا أو أن تترك أمرا واجبا. كل ابن آدم خطاء، والله عز وجل رحيم، والله عز وجل لطيف وحليم حكيم، فجعل لك من هذا السقوط مخرجا. ما هو المخرج؟ علمه أبونا الأول آدم، أرشده إلى طريق الخروج، لأن من الذي أخرج آدم من الجنة؟ إبليس. بماذا؟ بالإغواء. بأي شيء؟ بتلك الغرائز. تصوروا الجنة بأكملها، ماذا فيها من الأشجار والأطيار والأنهار؟ كل ذلك يا آدم مأذون لك أن تأكل وتشرب منه في أي وقت، إلا شجرة واحدة، إلا شجرة واحدة. ما مقارنة الواحدة بتلك الأعداد العظيمة؟ ثم يأتي إبليس ليقول له في هذه الشجرة شيء ليس في كل تلك الأشجار. الخلد والملك الذي لا يبلى، ويخدعه حتى يأكل منها، فيأكل منها فيخرجه الله، لكن يعلمه كيف يخرج من ذنبه هذا الفعل. عندما قبلت أن تقبل من خصمك ولا تقبل من وليك وهو الله، الله ولي الذين آمنوا، فاعلم أن وليك رحيم وعليم حكيم رؤوف، فإن وقعت يجعل لك خط رجعة. ما هو خط الرجعة؟ التوبة. قال: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، الاعتراف بالذنب وطلب العفو والمغفرة والألم على ما حصل، ثم العزم على عدم العودة إلى ذلك الفعل، هذه التوبة. لا بد من علم، ولا بد من حال، ولا بد من عمل. لا بد من علم، أن تعلم أن الذي فعلته خطأ، لأن الإنسان أمام الفعل الخطأ واحد من ثلاثة لا رابع لها: إما أن يقول منكرا، يقول: لا ما فعلت ذلك، وإما أن يقول: فعلت ولكن يبرر، فعلته لأجل كذا، وإما أن يقر معترفا بالخطأ طالبا العفو. فهذه ثلاثة أنواع: إما أن يفعل، فإذا قيل له فعلت قال: لا ما فعلت، ينكر، وإما أن يعترف أنه فعل. هذا المعترف قسمين: إما أن يقول فعلت وما زال مصرا على فعله، يفعل الأمر المحرم ويبرر، يأكل الربا ويبرر، يشرب الخمر ويبرر لنفسه. إذن هذا الأول،
ما هو طريق التوبة؟ يبتدئ بعلم. ما هو العلم؟ أن تعلم أن الذي فعلت غير مأذون فيه، حرام عليه، علمك بهذا الشيء. فينشأ عن العلم حال. ما هو هذا الحال؟ تشعر في داخل نفسك بالألم، بالعتب، وإذا بك في وسط صدرك تشعر ألما مما فعل. كيف تصل إلى الألم؟ بالعلم. ما هو أداة العلم؟ العقل. تبدأ تفعل العقل. كيف قبلت يا عقل أن وأنت تعلم أن الله صاحب الحق أن يأمر وقد أمر بكذا، فلماذا تأذن للنفس أن تترك؟ أنت تعلم أن الله أعلم بما يصلحني فنهاني عن هذا الأمر، وما ينهاني عن شيء إلا لأنه ضار بي، فلماذا تسمح للنفس أن تأمر الأعضاء أن تفعل؟ أما علمت يا عقل أنه مطلوب منك أن تبين للنفس أن إبليس يخدعها، وأن حاله كمن يقدم الطعام لذيذ المطعم المتضمن على السم القاتل، فتكون اللذة محدودة ثم بعد ذلك الهلاك والموت، فيظل هذا الإنسان يعاتب نفسه على ما فعل. إذن هذا ماذا نسميه؟ الحال. إذن يبتدئ بالعلم وينتقل إلى ماذا؟ إلى الحال. ومن الحال إلى العمل. أول عمل يبدأ ماذا؟ يبدأ من الداخل، لأن الأعمال أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وليست الأعمال فقط أعمال الجوارح، فالقلوب لها عمل، وعمل القلوب أعظم من عمل الجوارح وأبلغ. فما هو العمل الذي يبتدئ به الإنسان بعد الحال، بعد الألم؟ إذن علم ثم انتقل إلى حال هي التألم، فينتقل بعدها إلى العمل. وأول العمل عمل القلب، لأن التربية على طريقة القرآن تبتدئ من الداخل إلى الخارج، ليس من الخارج إلى الداخل، لأن التربية المعاصرة المنحرفة، التربية السلوكية، فهي تريد إصلاح الإنسان من حركة الجوارح إلى إصلاح داخله. أما طريقة القرآن فتبتدئ بإصلاح الداخل، فلذلك نبتدئ بإصلاح القلب، والمنطلق بعمل القلب. فما هو العمل القلبي الذي يبتدئ؟ وهو العزم الصادق على ألا يعود إلى ذلك العمل أبدا. إذن هو علم أنه ممنوع محرم، فندم فعزم على عدم العودة إلى ما فعل. واضح؟ إذن أول العمل هذا العزم، والعزم الصادق. ليس روغان الثعلب هو الآن يريد أن يتوب لأنه ليس موجود الآن مثلا الخمر وهو يشرب الخمر، وفي نفسه لو وجد سيعود، لكنه الآن يتوب لأنه ليس موجود. وإنما الذي ينفعه إنما هي التوبة الصادقة التي يكون أول عمل فيها العزم الصادق بألا يعود إلى ذلك العمل. ثم ماذا؟ ثم إن كان هناك في العمل الذي فعله خطأ ما زال جزء باق منه يتداركه بعمل صحيح فمباشرة. كيف؟ شرب شيئا من ذلك الخمر وبقي شيء بعد أن تاب التوبة الصادقة، إذن ما هو العمل الصحيح المطلوب منه؟ أن يعود إلى ذلك الباقي ويتلفه، فيكون أول عمل بعد عزم القلب، لأن الأول ما زال فيه جزء متبقب منه ويمكن أن يتداركه، فحتى لا يغويه الشيطان
ويعود إليه، فيكون العمل المطلوب منه نحو ذلك الأمر بالإتلاف. أو مثلا ترك، دخل وقت الصلاة وخدعه إبليس بألا يصلي، ومضى مثلا فرض الظهر من الساعة 12 إلى الساعة مثلا 14، وفي عزمه على أنه لا يصلي، ثم رجع إلى صوابه وتاب من ذلك العمل وما زال وقت الظهر لم يخرج، ماذا يفعل؟ يتدارك الفعل مباشرة. واضح؟ فإذن التوبة طريقها هذا الطريق الثلاثي: علم بالخطأ، حال عنوانه الندم على ما فعل، ثم عمل يبتدئ بعمل القلب عنوانه عزم صادق على عدم العودة إلى ذلك الفعل الخطأ، ثم عمل ظاهر بتدارك ما حصل منه إن كان للعمل بقية، ثم عمل ثالث ما هو؟ أن يفعل ضده من المطلوب منه. فإذا فعل ذلك إذن اكتملت أركان التوبة. في فعلها يبقى شرط في مقصودها. ما معنى شرط في مقصودها؟ أنه فعل ذلك توبة لله، لا لأنه ترك الخمر لأنه الآن يكاد أن يموت وأنه أتلف الكبد وفعل ذلك فهو يترك مكره، لا، ليست هذه توبة، إنما فعل ذلك توبة لله. فإذن هذه غاية ومقصد حاكمة لتلك الأمور. إذن تأمله في الأمر أنه ضار أو غير ضار مقياسه أن الله حرم أو أذن وأحل، الندم لأنه فعل ما حرم الله، العزم الصادق على أن يترك ما حرم الله، العمل على أن يعمل ما يرضي الله. فإذا حصل الأمر بهذا الترتيب فإذن هذه هي التوبة الصادقة. التوبة لا بد أن تكون هي بداية طريقك ووسط طريقك ونهاية طريقك. التوبة صفة كمال لك لا نقص، فعندما تكون، لأن ما دمنا نقول أن من طبيعة خلقة الإنسان النقص وأنه لا بد أن يخطئ، إذن سيكون من صفة الكمال له أنه ماذا؟ أنه كلما أخطأ بادر سريعا بالتوبة، فيصبح وصف التواب ووصف التائب وصف مدح للإنسان لا وصف نقص وذنب. وما دام والإنسان في طريقه إلى الله والإنسان يترقى في مراتب الدين، المسلم يقع منه الخطأ والمؤمن يقع منه الخطأ والمحسن يقع منه الخطأ. ولذلك أنت ترى بعض الناس تتعجب، فهو ينظر على أن كأن الخطأ لا يقع إلا من مثلا يعني من عامة الناس، ويرى أن مثلا العالم أو من يرى على ظاهره الاستقامة، وكأنه لا يتصور منه أن يخطئ. من قال ذلك؟ فالخطأ يقع من الجميع، ولكن الإشكال أن يستمر على الخطأ. فإذا علمنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وقال كل ابن آدم خطاء، ولكن ماذا؟ خير الخطائين التوابون. فيكون وصف التائب وصف مدح، وما دام خصمك لا يتركك والغرائز موجودة
فإذا الخطأ سوف يكون ماذا؟ سوف يكون موجودا. فقابل الخطأ بالتوبة، ثم اعلم أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من أسمائه الغفار الغفور التواب العفو، والله عز وجل يتعبد الإنسان بماذا؟ بأن يتعبد بما في أسمائه الحسنى من المعاني العظيمة. فالتواب أن تطلب التوبة منه إذا أخطأت، والغفار أن تطلب الغفران منه، والعفو أن تطلب العفو منه، وليس أحد يغفر الذنب إلا الله، ولا أحد يعفو أثر الذنوب ويتوب عليك من عقوبتها إلا الله جل جلاله، فهو الغفار وهو الغفور وهو التواب وهو العفو. والله عز وجل في القرآن يأمرك بالتوبة ويقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. إذن يخبرك أنه تواب وأنه غفار غفور عفو، ثم يأمرك بأن تتوب، ثم يعلمك بأن مهما وقع منك من خطأ لا تظن أن الباب أغلق أمامك ما لم تبلغ هذه الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها. أما ما دون ذلك فأمام كل عمل، فاعلم أنك إن رجعت بتوبة صادقة بالشروط التي علمتها فالله عز وجل يقبل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن من أعظم الجرم أن تيأس الناس من رحمة الله، احذر أن تكون من هؤلاء الناس. لا تيأس إنسان من رحمة الله، افتح له باب الرجوع إلى الله. ذلك يقول كما سمعنا كلمة الحسن، يقول عدد من أصحابه وسلم كل يقسم بالله، يقول له: أحب عباد الله إلى الله من هم؟ الذين يحببون الله إلى عباده، ليس الذين ييأسون الناس من ربهم. فالله عز وجل يبين ذلك ويعلنه في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله يقول: يا ابن آدم ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. فالله عز وجل يحب أن تظهر معاني أسمائه على عباده في تعاملهم معه. ووالله والله إن الإنسان يتعجب كيف لا يطير هذا الإنسان إلى ربه فرحا وشوقا، كيف لا الإنسان كيف يفتر أن يحمد ربه عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يعامله بذلك، بل ننظر كيف يكون مقابلة هذا الرب العظيم القوي القهار
الجليل الرحيم الرؤوف لهذا العبد التائب لله أشد فرحاً، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لله أشد فرحاً بتوبة عبده المذنب من رجل بأرض دوية مهلكة معه دابته، إنسان أراد أن يدخل صحراء مهلكة معه دابة الطعام والشراب عليها، هي وسيلة النقل ووسيلة الحياة. قال: فنزل تحت شجرة ونام، استيقظ لم يجد دابته، فرت عنه، بحث عنها فلم يجدها، فأيقن بالموت، فنام تحت شجرة، قال: أنام حتى يأتيني الموت، يأس من النجاة. قال: ثم قام وإذا بدابته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من حصول هذا على دابته. يا إخوان، الإنسان إذا عرف أن له ربا تواب هكذا يعامل التائبين، ما الذي يمنعك أن تتوب؟ ما الذي يمنعك أن تبادر؟ ما الذي لا يجعل ديدنك أن تتوب؟ وهو الذي يعلمك عن أسمائه المتعلقة بالتوبة، وليس اسما واحدا: غفار، غفور، تواب، عفو. وإن أخذت من معاني الرحمة الرحيم، ثم يأمرك أن تتوب، ثم يبين لك أن الباب مفتوح، ثم بعد ذلك تعرض. هل الإنسان يعتبر نفسه عاقل وهو يصد عن ربه عز وجل؟ ثم نقف أخيرا، مما يتوب هذا الإنسان؟ يقول إنسان: ما هو الشيء الذي أتوب منه؟ هل هو فقط فعل الأمر المحرم وترك الأمر الواجب؟ هذا الأمر الظاهر الأول، وهنا يتمايز أهل الإيمان في معرفة الأمور التي يتوب منها الإنسان. هنا نجد الفارق بين توبة الأنبياء وتوبة عامة الناس. الأنبياء يتوبون إلى ربهم عز وجل ويستغفرون ربهم. وقد يقول إنسان: هل الأنبياء يفعلون الكبائر؟ لا. هل يتركون الواجبات؟ لا. إذن مما يتوبون؟ فمما يتوب الإنسان؟ أولاً، ما يتوب منه الإنسان ينقسم ابتداءً على قسمين رئيسيين: الأول توبة من هو خارج الإسلام، وتوبة من هو داخل الإسلام. فتوبة من هو خارج الإسلام أساسها وأصلها ما هو؟ الدخول في الإسلام بترك الكفر والشرك والنفاق، وأن يقبل الإيمان، ثم أن يبدأ يعمل الصالحات. إذن هذه توبة من هو خارج الإسلام، بأن يترك الكفر والشرك وأن يدخل في دائرة المؤمنين. من هو في دائرة الإسلام؟ أول ما تكون التوبة وأظهر ما تكون فيما يتعلق بالمأمور من فروض الأعيان والواجبات فعلاً، ومن المحرمات تركاً الصريحة. إذن هذه توبة، إن كان تاركاً لواجب أن يعود إلى فعله،
وإن كان تاركا لمحرم أن يعود إلى تركه. ثم أيضا التوبة تكون إذا فعلت الواجب، فإن أداء العمل يحتاج إلى إتقان، والإتقان تتضافر عليه أعمال الجوارح وأعمال الباطن، فالعمل إنما يكمل بصدق إيمان وبإتقان في حركة الجوارح. وأن للإنسان أن يضمن أنه صدق الإيمان في ذلك العمل على أكمل وجه، فلذلك يحتاج أن يتوب من هذا النقص. أوامر الله وحق الله عليك عظيم، هل الإنسان أدى حق الله في كل شيء؟ لا، إذن يحتاج أن يتوب. أحياناً الإنسان يفاضل بين الأعمال فلا يوفق للسداد فيها. على سبيل المثال، إنسان غني عنده مال وإنسان فقير، هذا الإنسان الغني هناك من يحتاج إلى المال، ثم هو يريد أن يرضي نفسه فيتعبد ويتقرب إلى الله مثلا بنوافل الصلوات ولا يؤدي ذلك الأمر، فأي الأمرين أحب عند الله؟ أن تتصدق لهذا الفقير المحتاج وأن يشغلك هذا الأمر، أو أن تقوم بذاك الأمر؟ فصاحب المال هذا أحب إلى الله من أن يقوم بهذا العمل، ولكن الإنسان يفعل ذلك ويترك هذا. فالتوبة في أنه اختار ما هو أقل رضا عند الله مما هو أعلى رضا عند الله، وهذا محل للتوبة والاستغفار. أيضا هناك معنى آخر، وهو أن الإنسان يفعل الذنب ثم يتوب منه، وهناك ذنوب ومعاصي فعلها الإنسان علنا، فمن الناس من نظر إليه وتأسى به، وفي الحديث من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه ماذا؟ وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهو عندما يتوب يتوب مما فعل ويتوب مما أحدثه في الناس ومما أثر على الناس، لأنه ليست القضية مجرد ذنب ارتكبه هو. ولذلك عقوبة المجاهر عظيمة، عقوبة المجاهر بالمعصية عظيمة، وحتى رجوعه إلى الحق ليس كمن يسر بالمعصية، فالذي يسر أقرب إلى الرجوع ممن يجاهر بها. فإذا هذا موطن أيضا، وهو قضية الذنب الذي يتعدى. فإذا تفكر الإنسان وأنه سن في الناس سنة سيئة فإنه يتوب إلى الله مما فعل، وكلما تذكر ذلك ندم وأعلن توبته. إذن هذه الطرق وهذه الأمور مما ينبغي أن الإنسان يتوب منها. ثم اعلم أن الذنب الذي ارتكبته إنما يعفى عنك ويغفره الله لك إذا أنت جثوت بين يدي ربك وقلت يا رب اغفر وارحم.
إذا كان ثوبك متسخا، هل إذا غسل المجاور لك ثوبه يصبح ثوبك نظيفا؟ لا، فالذنب الذي ترتكبه أنت لا بد أن يسمع منك رب اغفر وارحم. فالفعل الذي أنت فعلته أنت الذي تطهر نفسك منه، أنت الذي ينبغي أن تتوب منه. أما أن غيرك غسل ثوبه فتظن أنه يصبح ثوبك نظيفا، لا، لا يكون بهذه الطريقة، وإنما هو أمر أنت تقوم به وأنت تؤديه بين يدي ربك التواب الغفار الغفور العفو جل جلاله. ولذلك لا بد من المبادرة والتوبة وعدم الإمهال وعدم التراخي في هذا الأمر، بل لا بد من الإسراع وأن تكون التوبة عن قريب. متى ما حصل منك الذنب احذر أن يخادعك إبليس مخادعة ثانية، خادعك ففعلت الذنب، فاحذر أن يخادعك خداعا آخر أعظم، وهو أن يقول لك غدا أتوب وبعد غد أتوب، فإن هذا الإمهال إن أغراك به إبليس وقبلته هو بحد ذاته يحتاج إلى توبة أخرى، لأن فعل الذنب يحتاج إلى توبة، وكونك بقيت فترة بعد فعل الذنب راضيا به يحتاج إلى توبة أخرى. وهناك أيضا معنى لطيف ذكره بعض العلماء للتوبة، وهو أن بعض من يتوب من المعصية ومن ذنب أنه قد يحكيه لغيره ويخبر به، لا إخبار الندم ولكن إخبار التلذذ، فإن من فعل ذلك لم يتب، يخبر عن شيء فعل وأنه تركه لكنه يخبره إخبار تلذذ بما فعل، إما ليدل من يسمعه على أنه شجاع فيما فعل أو أنه كذا أو غير ذلك، إخبار يدل عند المستمع على أن ذلك العمل عنده محل فخر، فليعلم أنه لم يتب ويحتاج إلى أن يعود إلى التوبة. فهذا الشهر الكريم وهذا العمل العظيم الذي هو الصيام وما يصاحبه من القيام وتلاوة القرآن، وفي بلد الله الحرام حيث مضاعفة الحسنات، ما أحرى إنسان فتح عليه بهذه النعم أن يستقبلها بصحائف بيضاء وقلب نقي ونفس زكية. كيف يكون ذلك؟ بأن يبادر بالتوبة وأنت ما زلت في أول الأيام لهذا الشهر الكريم. فبالأمس خرجنا على أن نعقد العزم الأكيد أن تسلك الطريق السوي مع القرآن بما لخصناه في أول هذا اللقاء. ثم الأمر الثاني اليوم نقول أن أيضا تستقبل هذه الأعمال بنفس نقية طاهرة، تعاهد ربك عند بيته أنك تائب من كل ذنب بدر منك، مستغفر من كل خطأ حصل منك، وأنك تتلقى هذه الأيام المباركة وهذه الليالي الفاضلة وهذا العمل الصالح بنفس أعلنت توبتها وبراءتها من كل خطأ حصل منها وندم صادق، ثم عزمة أكيدة
أن يكون رمضان بوابة حياة جديدة أخرى فيما بينك وبين الله، تطلب من الله أن يوفقك لها وأن يثبتك عليها حتى تلقى. فإذا ما أحرى أن نجمع مع طريق العمل طريق التخلية، فتخلي المكان ليكون نظيفاً فيبنى ذلك العمل ويستقر في أعماق قلبك وفي نفسك، فتخرج من رمضان وقد كنت أنت أعظم المنتفعين ببلوغ هذا الشهر. فإذا هذا أمر التوبة، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بها، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالله ينادينا ويخاطبنا ويحفزنا بأن نقبل عليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهو ينادينا، والله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة ليغفر لمسيء النهار ويغفر لمسيء الليل. فإذا من أدرك ذلك فالبدار البدار أن يكون هذا أيضا طريق نسلكه ونحن في أول شهر الخير والبركة، شهر الصيام، شهر رمضان، في بلد الخير والبركة، بلد الله الحرام. نسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا وأن يهدينا لتوبة صادقة وأن يقبل ذلك منا. نسأله عز وجل أن يعفو عنا، نسأل العفو الغفور الغفار أن يغفر لنا ما كان منا من ذنب وخطأ، ونسأله جل جلاله وهو المعين أن يعيننا على عدم العودة إلى ما ارتكبناه من ذنوب وأخطاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.